بناء على طلبكم، السمنة في المولات الألمانية سمنة مكتوب عليها بوتا شميلتس، وبتكون بهالشكل هذا. طبعا كمان موجودة بالليدل، موجودة بالغيفا، موجودة بالكاوفلاند طبعا، بس كل محل بتكون شكل العبوة تبعيته مختلفة شوي عن التاني، بس الاسم بيكون نفسه اللي هو بوتا شميلتس. وبالنسبة للي عم بيسألوا على الطعمة، طبعا طعمة هاي السمنة ولا أروع من هيك. والله إنه طعمتها لما بنحطها كمان صغيرة في البيت، طعمتها بتفوح بالبيت كأني حتة سمنة عربي، وسمنة صافية ما فيها أي إضافات، وحيوانية ما فيها أي سمن نباتي. فبنصحكم إنكم تستخدموها، وإذا قارنتوا سعرها مع السمنة اللي عم تيجي من الدول العربية واللي ما عم نعرف مصدرها منيح، ولا إذا كانت فعلا مخلطة ولا لا، فرح تلاقوا سعرها أرخص بكتير. هاي بتطلع تقريبا نص كيلو، وسعرها تقريبا 6 وشوي، أحيانا بيعملوا عليها عرض بتصير 5 أو 5 وشوي. بس بالنسبة للجودة تبعيتها عالية جدا جدا، فيكم تستخدموها مع الحلويات، مع المعمول. إذا شفتوا فيديوهاتي بالنسبة للمعمول أنا مستخدمتها كتير، وفيكم تستخدموها كمان مع الطبخ على الأقلية الواحد بيعرف حاله إنه عم بياكل شيء صحي ومضمون. وبدي أنصحكم نصيحة صغيرة قبل ما ننهي الفيديو. بالنسبة للمنتجات، أكيد كلكم عم تلاقوا صعوبة عشان تعرفوا شو هو المنتج وشو المحتويات الموجودة جواته. أنا بنصحكم إنه تعملوا صورة للمكونات الموجودة على المنتج، بيكونوا حاطين شيء المكونات، وكمان بكونوا حاطين المقادير لكل مكون. فنحن بعد ما ناخد صورة بالموبايل بنروح على جوجل وبنحط، إذا عندكم نازلين برنامج مترجم تبع جوجل، وباخد الصورة وبترجمها، رح يطلع معي المكونات ويطلع عندي شو هي المواد المحطوطة بالمنتج، وقديش كل مادة قديش كم جرام موجود منها. وبهيك أنا بعرف إنه هذا المنتج شو فيه، ما أخده على الغميضة وبعدين بروح في البيت أتفاجأ إنه فيه إضافات، أو فيه مثلا لحم خنزير، أو فيه شيء نحن ما بناكله أو منه حلال. فهذا كلياته ممكن نحن نتجنبه عن طريق إنه نحن ناخد صورة ونترجمها على جوجل. وبس هذا كان فيديو اليوم، يا ريت إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وبشوفكم على خير ومع السلامة.